يقول: كان والدي ووالدتي وأخي الكبير وأخت لي صغيرة عمرها 5 أيام كانوا بداخل سيارة ووقفوا خلف الوادي، وكان ذلك في رمضان الساعة 9 صباحا، وبعد ذلك أرادوا المرور حتى يقطع السيل، وأثناء المرور تعطلت السيارة وتوفت أخي الصغرى بداخل هذه السيارة، هل على الوالد أو الوالدة شيء من كفارة؟ على كل حال إذا كان أنه قاطعنا الوادي وهو يمشي هذا خطر، ما يجوز له يقطع، ما يجوز له يقطع، يكون متسببا في وفاة هذه الطفلة، يكون عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين كفارة، والدية لأقارب المتوفاة إذا طالبوا بها فلهم ذلك، وإن عفوا عنها فلا بأس. نعم. تقول السائلة: يجوز للإنسان أنه يدخل الخطر الوادي اللي يمشي؟ ما يجوز اللي يدخله. نعم.